يعني كده اللي يعني جاي. خلينا نعرج على اول المباراه الاولى علشان هي مفتاح المباراه الثانيه. يعني لو اتكلمت عليها ببساطه اقدر اقول لك احنا عملنا نتيجه كويسه. النتيجه كانت نتيجه 2-0 كويسه قوي، لكن الاداء ما كانش يعني بالذات الشوط الثاني ادائنا ما كانش جيد يعني، ولازم نعترف بكده لان اجهادات حاجات كتير قوي يعني احنا اتكلمنا في الامر ده. لكن الحاجه المهمه اللي احنا طلعنا بيها ان انت جبت فرق هدفين، ودي حاجه مهمه جدا للمباراه الاخرى لان هو شوطين، شوط هنا في مصر وشوط في جنوب افريقيا. انت بتلعب تيم عايز اقول لك من الفرق اللي بتلعب كره على الارض، فرقه هاديه، مش اللعب الافريقي اللي هو الدشن اللي فيه قوه اللي انت تقدر تقول ان انت بتلعب فرق ما عندهاش فكر شويه. لا، هو عنده فكر وفرقه جيده جدا، هو يمتلك نص ملعب كويس ويمتلك هجوم عالي قوي، لكن ما بيمتلكش الدفاع كويس. حارس مرمى من افضل حراس مرمى في افريقيا على فكره. الخطا اللي اخطاه ده الحارس الاوغندي، الخطا اللي اخطاه وارد بيحصل كتير، ده ثقه زايده كان من حارس مرمى. ولكن في اخر الامر انت كسبت مباراه، المفترض ان الدور ده يعني النتيجه افضل من اللعب دايما. انت لما بتكون بتمر بظروف صعبه، النادي الاهلي بيمر، احنا لعبنا في رمضان 9 مباريات، طب 9 مباريات في ظل كورونا وفي ظل انت بتلعب في صيام طبعا، فلازم تعرف ان لما بتطلع من رمضان بعد ال9 مباريات دي هتحس باجهاد قوي جدا. احنا شفنا اللعيبه كان عندهم اجهاد. الحاجه الثانيه عايز تعرف اللعيبه اللي بيجي لهم اجهاد، ايمن اشرف مثلا. يعني ايمن اشرف لما خرج الشوط الثاني، ايمن اشرف من اللعيبه اللي عندها تحمل قوي قوي طبعا، فلما يكون ايمن اشرف لما بيخرج يعني لازم تعرف انه المباريات الكتيرة أثرت عليك في المباراة الأولى، لكن ربنا أكرمنا بنتيجة جيدة جدا. النتيجة دي نبني عليها بقى المباراة الأخرى، نقلل من أخطائنا علشان نقابل فرقة زي سان داونز، فرقة كويسة على ملعبها بتلعب كرة حلوة، بتلعب كرة على الأرض، عندها تحرك جيد جدا، عندها أصعب حاجة الكور الثابتة. وإحنا شفنا في مصر في المباراة الأولانية كورتين، واحده في العارضه والثانيه اللي كانت جنب العارضه والثالثه اللي الشناوي شالها ببراعه يعني. دي صعوبه. الحاجه اللي زعلتني بقى وكانت ممكن تنهي الموضوع الحكم طبعا، حكم السنغالي. انا عايزه اتطرق للملف ده انا وكريم حضرتك، بس خليه في الاخر لان في كلام كتير قوي بقى. يعني ده موضوع قديم، فكره كمان عدم وجود فار والكلام ده كله يعني غير مقبول تماما في مباريات زي كده، يعني حاجه غريبه. خلينا لا وخطا غريب جداً، يعني خطا جداً متعمد جداً. في حاجات صحيح بتبقى واضحه، لو الحكم طالما ما فيش فار يبقى لازم يفعل الحمل الرايه. بالظبط، هو ده الكلام. بقول ان هوند من شويه في نفس السياق، يعني ان في يعني لعبه بعينها لحارس المرمى سان داونز المفروض ياخد عليها محضر، تعمل له محضر. ما هي هو مش بس يطرد وتتحسب ضربه جزاء. بص يا كريم هقول لك حاجه مهمه قوي، البنالتي ده لو كانت حسب كان لازم يطرد حارس المرمى، لان كان فرق معانا جدا، لان كان هيلعبوا 10، حارس المرمى هيطرد مش هيلعب المباراه القادمه، كنت انت جبت جوان اكتر، كنت ارتحت كتير قوي طبعا. ولكن احنا مش برضو مش عاوزين نرمي على التحكيم. النادي الاهلي طول عمره بالذات الفتره اللي فاتت بيقابل حته التحكيم، وبالذات في افريقيا بيقابل شويه مشاكل كتير صحيح قوي. صحيح، هي مش اول مره وما اعتقدش هتبقى اخر مره للاسف الشديد. يعني حتى هنا في مصر احنا لما بنلعب انا ما شفتش الفار بيشتغل مع النادي الاهلي، وكان الفار اتعمل ضد النادي الاهلي بس الحقيقه والله. يعني ارجعوا بالذاكره كده لمباريات الدوري اللي فاتت، انا بحللها كلها او معظمها، انا بشوف ان اي حاجه على النادي الاهلي بيجروا على الفار، اي حاجه للنادي الاهلي بيعدوها في معظم الوقت. النادي الاهلي يجيب جول لازم اوتوماتيك يجري على الفار علشان يشوف احتمال يبقى في اي حاجه.